ملك عام، هذا مال عام. راهي شركة هي جناتها، هذه الشركة دارتها دارتها اسمو البناء والتدبير. اسمو البناء والتدبير قال لك اولا كريس سوسيتي عندها سيت اج، يعني الشركة عندها واحد العمر مادي باش تنفذ لنا واحد المشروع. هذا المشروع باقي ما نجحوش فيه. بلا ما نهضروا على التقارير ديال الجهات الاخرى حنا نتوصلوا بها باش نقولوا بلا ما نقولوا شي حاجة ما كايناش. حنا عندنا واحد ديال هذه التقارير تشير بلينا الناس راه ما ناجحينش في المشروع ديالهم، وراهم ما ناجحينش. راه هما كيهضروا بشعبها حنا راه زباته وعارفين هاد الناس راه كيخرقوا. واش هادي جديد الناس ديال المواكبه واش عباده الموظفين ديال الاساس هذا اللي يديروا المواكبه. المواكبه تيديروها اوطور ديال الوزاره الداخليه، اوطور تاع المندوبيه الساميه اللي تخطيط، هادو هما داو الاختصاصات. السي الحليمي وصحابو راه هما اللي خصهم يجيو يديروا هاد المواكبه. راه عندهم تقارير، هما اللي تيقول لك هل الشيء تاع النمور المغرب، هل العجز فين كيكون. هادو الناس خصهم، هادو الناس دي بون جيستيونور، هادو هما اللي كيحسبوا واحد زائد واحد. تلقى واحد ما عندوش تسوين يشري المواكبه، كيمشي تيقول للناس انت ما كتستاهلش. وهذيك السيده اللي عندها القلب ما عندهاش شي حاجه تقتلها تمشي بحالها. لا قلت لك الناس يخوفوا الناس. واش خصو يكون في الالفيه الثالثه وفي المغرب؟ المغرب راه عاش واحد 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 الصيحه. المغرب يعيش حقوق الانسان اللي كاين في المغرب ما كاينش في بلاد اخر. وخدمه الشيء اللي كيدير فينا هادشي اللي واصلين ليه حنا راه من العار العين. حنا كنحيدوا الخيرو حنا ولاد الخيرو كنحترموا الخيرو وبناتها وتعزيز عليه. وصدقني تصبر فيها هادشي اللي كانت بلاد البلاد حسن غنصفقوا لها نقولوا لها شابو ونمشيو موراها، ولكن راه ما خدمت والو. ملتقى وطني حول الفعل والنجاعة والتضامن وضبط الإيقاع في هذه نضبطوه لما تعاني منه زناتة. هذه رسالة لكل الجمعيات، وذلك من أجل أولا بسط مختلف المشاكل التي تتخبط فيها الساكنة زناتة. نريد إسقاط المعايير اللي جات في رصاص والوصول إلى تفاهمات، وتكون زناتة هي أولى المهام المستعجلة للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى حلول، لأن السيد العالي اليوم هو مدرك جدا لهذا الوضع الذي ينطوي تحت عملية الاستفادة. أولا تلبية حاجيات الساكنة بكل فعالية ممكنة، إيجاد صيغة مع مختلف المستخدمين تضمن لكافة الفئات استفادة السكن لائق، وإجراء لقاء تواصلي مع كافة الساكنة ذات الحدودة والإيمان بمقتضيات آلية التواصل وفتح جميع أبواب الحوار لإيجاد صيغة تضمن لكافة فئات الاستفادة داخل نطاق المدينة الجديدة، وعقد منهجية عامة وحوار اجتماعي مع اللجنة الوطنية المتعددة الأطراف المسؤولين رئيس المجلس البلدي للبت في قضية كور الصفيح. استمع الدوش باش يهز الدرجة ديالو. إذا إلا مشى هذا السيد كرا شهر ولا شهرين راه غادي يتقهر، فين غادي يمشي؟ غادي يضطر غادي يدير كابور ويدير ميكا من فوق وغادي يسكن. بالنسبه للاخوان اللي ما عندهمش استفاده، راه كاين بزاف الحاله الخطيره دابا. دابا كيجي لهم واحد من هنايا وكيخليوك انت تعرفوا من غادي يعطوك، من اللي كيحيدوا هذا السيد اللي باغي يمشي نجيو لهذا السيد الاخر ونتحاوروا معاه كيفاش غادي نديروا ليه. هو مسكين تا هو ما عندوش استفاده، كيفاش غادي نديروا معاه؟ واش غادي نخليوه في الماليه دابا ونمشي؟ ولا كاين بزاف المتزوجين اللي 2011 2012 الارامل المطلقه كاينش اللي تزوج في 2011 في 2012 عطى الصحه السكن اللائق لجميع المواطنين. هذه هما الاساسيات، يعني المطلب ديالنا راه دستور. بالنسبه للشركه اللي تاهي زناتها كتحط واحد المعايير اللي ما كاينش في الدستور. الدستور المغربي ما كاينش على شي معايير بحال هذا الشيء. دونك هذه معايير لا دستوريه اقصائيه تهميشيه. فهنا كنهضروا على شركه مواطنه، ولكن هي في المضمون ديالها ماشي مواطنه، هذه شركه ارهابيه صهيونيه وكتحمل المسؤوليه ديالي في هذه الكلمه اللي كنقول. هي شركه صهيونيه لان كتنهج السياسه ديال فرق التزوج، والجميع كيعرف بان الصهاينه هما اللي كينتهجوا هذه السياسه هذه. ملي كناخذوا هنايا 10 من هنا و10 من هنا، ملي كانت واحد 10 سنين عند شنو دونك هذه راه كتكون في الساكنه ماشي التنميه ديالها. المشروع جابي سيدنا مشروع تنموي باش غادي يرقى من المستوى المعيشي ديال الساكنه، ولكن كنشوفوا حنا بان الشركه هذه كتهدم داكشي اللي باغي يبني سيدنا 100% كتهدم، ماشي كتزيد به.
في المعايير اللي تحددت ممكن الاخوان ممكن يديروا طورون طورون يمشوا بها لبعض المستوى يمكن العماله يمكن وزاره الداخليه يمكن وزاره السكن وسياسه المدينه يمكن مجلس الاعمال تاع القاضي ماشي بعيد لان الحق ديالنا احنا كجمعويين عندنا الحق الترافع نستغلوا هذا الحق هذا ونمشيو بعيد باش نلقاو الحق حقنا بالنسبه للناس اللي ما يتزوجوا في 2012 ولا يتزوجوا في 2012 راه وصل هذا يعني الا ما استافدوش دابا راه ممكن غدا وبعد غدا غادي يديروا بلاكه وغترجعوا ثاني كبيتي المكرمه يعني غادي انت كتجي باش تحافظ جوج واحد المشروع خمسين تاني المرايا من المال العام اللي هما فلوس نحنا اصلا درت واحد المشروع باش تحيد به العشوائي ولكن انت كتساعد العشوائية فكيفاش غادي تحارب العشوائية بالعشوائية لا يمكن يعني كنشوف انا بان راه هنا في الوضع حاليا احنا كنشوفوا راسنا في نقطة ديال ضعف ولكن بالعكس راه هنا في الوضع عندنا نقطة قوة علاش لان المطالب ديالنا كلها حقانية وكلها دستورية وانا من مع الاخوان اللي يطلبوا دابا المقابله مع السيد العامل انا كنعيد هذه الفكره هذه 100% السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم شابور عبد الرحمن فاعل مدني عقدنا اليوم واحد اللقاء تواصلي مع جمعية المجتمع المدني على إثر المستجدات الأخيرة اللي كتعرفها المنطقة خاصة سياسة الإقصاء اللي كتنهجها شركة تهيئة زناتا على بعض الدواوير اللي معنية بالترحال بدأت شركة هدى معروف عليها شركة تهيئة زناتا هدى معروف عليها أنها بهذا المعنى وبهذا المفهوم الضحك على الدقون والضحك على المواطن والضحك كذلك تحت السلطات المعنيه لان كيف يعقل باش كتجيب لنا القاب وكتجيب لنا اسماء وكتوهمنا بها مستفيدون مباشرون ومستفيدون غير مباشرون هذا ماشي هو المنطق هذا ماشي هو العقل اللي السليم اللي كيتقبل هذا الشيء حنا كمواطن وكبناء زناتا فعمليه الترحال معني اي دوار اللي وصلت للاشغال ولا معني بالترحال فخاصة تحصي ابناء الشباب وخاصة تعطي وتغير المعيار ديال 2010 2011 هذا مغير الاحصاءات ديال 2011 2010 هذا الاحصاء ديال بانيكس ما بقاش خدام لان المده فاتت حتى التقادم اذا كانت عندك حتى جناح ولا كانت عندك هذيك كتفوت خمس سنين كتسقط فما بالك بعشر سنوات شباب ديال المنطقه تزوجوا ولدوا وليداتهم واليوم كتقول لهم انا كنسحب لكم الاستفادات بشي مع امك ولا كتسحب الارمله الاستفاده باي وجه حق وباي هذه اللي كنطالبوا من السيد العامل بصفته كرئيس اللجنه الاقليميه انه يشرف على عمليه الترحال ويشرف على عمليه الاحصاء لانه عنده الاليات عنده القياد ديالو عنده الشيوخ ديالو عنده المقدمين اما موظفين ديال شركه تهيئة زناتا فآل الأوان باش يحطوا السويرتات ويبعدوا على زناتا لأن زناتا مدينة ديال المواطنين مدينة ديال الناس اللي مشاو مع سيدنا في البرنامج التنموي اللي بغاه لهذه المنطقة وإلا ما كانش السكن فما غيكونش هذا البرنامج التنموي اللي ما غيراش النور وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم عبد الحق بولمسالم رئيس جمعية المواطن احنا اليوم في هذه القاعة لمواكبة وتتبع السير المحلي لزناتا فمشروع المدينه الجديده زناتا المشروع اللي غادي يضم واحد 300 الف نسمه وساكنه عين حروده اليوم لا تتعدى ال 70 الف اذا اليوم هذا القرار المجحف الظالم اللي اتخذته لاصاص شركه تهيئة زناتا في حق الساكنه واقصاء واحد المجموعه ديال الساكنه من الاستفاده كذلك اقصاء واحد الدواور اللي ما غاديش يستافدوا في زناتا غادي يتهزوا يمشيوا لبلاصه اخرى لجهه اخرى ما عرفناش فين دونك هنا ملي غادي تهز لي اكثر من نص ديال ساكنه زناتا غتخرجوا على التريتوار ديال المدينه الجديده الايكولوجيه دونك شنو غتسكن فيها اشباح حنا اليوم لا نتجاوز 70000 الا ديت لي النص غنبقاو 30000 وانت مقبل على انك تجيب وتستقطب المدينه الجديده زناتا 70000 700000 300000 نسمه عفوا اذا حنا غادي تذوب لنا الهويه الزناتيه، زناتا ما غاديش تبقى، انت غادي تجيب واحد الخليط متجانس من جهه اخرين، لذلك حنا نطالب من مره اخرى بادماج كل ساكنه زناتا في التريتوار ديال زناتا ويستافدوه نفس زناتا لان الشركه تعهدت النهار الاول باعاده ايواء قاطن كل الناس اللي ساكنه في تراب بلديه عين عروضه، ومن هذا المنبر تنقولوا شركه زناتا حال الاوان باش تمشيو في حالكم حنا ما بقيناش بغاكم، ما مصالحينش لينا فوزيت با اجور. انتوما ما خداميش لينا من هذا الباب تنقول لكم ارحل سير في حالك شركه زناتا مابقاش صالحه لزناتا وشكرا ولنا موعد
قادم ان شاء الله في الايام القليله ان شاء الله. شكرا. عبد الله الزمزومي، جمعيه المواطن للتنميه. نحن نريد قرارات حازمه ومصيريه توقف كل الخروقات التي تستعملها الرصاص.